جرت الثلاثاء مباريات ضمن مباريات الأسبوع الأول من مسابقة الدوري الليبي لكرة القدم. ففي ملعب 11 يونيو تفوق الأهلي ببنغازي على الشط 4-0. وشوط المباراة الأول انتهى بتقدم الأهلي ببنغازي بهدف لصفر. جاء الهدف في الدقيقة الثانية من زمن المباراة عن طريق فرج عبد الحفيظ. وبعد انطلاق الشوط الثاني تمكن فريق الأهلي ببنغازي من تسجيل 3 أهداف، حيث تمكن اللاعب فرج عبد الحفيظ من إضافة الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 57. وجاء الهدف الثالث عن طريق معتز بن عامر في الدقيقة 84. وبينما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، نجح إدريس القطعاني من إحراز الهدف الرابع لفريقه لتنتهي بذلك مباراة الأهلي ببنغازي والشط، ليعود الأهلي ببنغازي بنقاط المباراة من خارج ملعبه. مصلحة فريق الأهلي عن طريق اللاعب إدريس القطعاني. إدريس القطعاني وقع الهدف. وفي ملعب سرت التقى فريقا خليج سرت وضيفه فريق السواحلي. في شوط المباراة الأول لم يتمكن مهاجمو الفريقين من الوصول إلى الشباك، لينتهي شوط المباراة بنتيجة التعادل السلبي بدون أهداف. ومع انطلاقة الشوط الثاني من المباراة لم يطرأ أي جديد على النتيجة، إلى أن جاءت الدقيقة 78 من عمر اللقاء ليتقدم بذلك فريق خليج سرت محرزا هدف الفوز عن طريق لاعبي حاتم عبد الله، لتنتهي بذلك المباراة بنتيجة هدف دون مقابل لمصلحة فريق خليج سرت، ليضع الخليج أول 3 نقاط في رصيده. مشاهدينا، وفي ملعب تشافز انتهى لقاء النصر والأولمبي بالتعادل الإيجابي بهدفين لهدفين. شوط المباراة الأول انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف، حيث بادر فريق النصر التسجيل في الدقيقة 23 عن طريق اللاعب سعد الزياني، وعدل للأولمبي مروان المبروك في الدقيقة 27. ومع انطلاقة شوط المباراة الثاني نجح أيمن الرهيفي مهاجم الأولمبي من تسجيل الهدف الثاني. وفي الدقيقة 58 تمكن لاعب النصر ليلو أمبيلي من إدراك التعادل، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة. هدف عن طريق لولمبيلي. تعاقدت إدارة نادي النصر مع المدرب المصري خالد القماش لتدريب الفريق الأول لكرة القدم الذي دخل أول مباراة في الدوري بدون مدرب عام، وتولى معد بدني تدريب الفريق. وعلمت أخبار ليبيا الرياضية أن المدرب الجديد لفريق النصر سيصل يوم الخميس، وهو المدرب المصري الثالث بعد مدرب فريق الاتحاد أنور سلامة وعماد سليمان مدرب خليج سرت، والمدرب الجديد يدرب لأول مرة في الملاعب الليبية. وبتعاقد فريق النصر تكون أغلب الفرق المحلية قد استقرت على مدربها خلال هذا الموسم.